فيديو النهاردة عشان ازاي نعمل قهوة تركي معتبرة مستوية وبوش بأسهل طريقة وأسرع وقت باستخدام المكنة الزئردة الجبارة دي أرزم أوكامينيو. أول حاجة أهو الضمان، مدته عام كامل من تاريخ الشراء، قصيته من على الكرتونة عشان احتفظ بيه مع فاتورة الشراء. النهاردة هوريكم عملي ان المكنة الزئردة دي هتغنينا عن الكنكة اللي بتتحط على السبرتاية او على النار. احلى حاجة في المكنة ان السلك بتاعها شايفين مخرج الكهرباء ده بسنين، لانه كان ممكن يبقى بتلاتة ونحتاج بمشترك، والغالبية مش بيحبوا الخاصية دي. انا نزلت لكم قبل كده ريفيو كامل عن المكنة واجزائها بالتفصيل، لو بصيتوا فوق في اعلى الشاشة يمين هتلاقوا الريفيو ده. ده هيكل المكنة. النهاردة حابة اتعمق شوية في الكلام عن الجزء ده، ده حساس المكنة، نتعامل معاه ازاي؟ بحرص، لو حافظنا عليه يبقى حافظنا على المكنة. ملحوظة مهمة جدا لازم تخلوا بالكم منها، ان انتم ما تستخدموش الجهاز ده في عمل مشروبات تانية او لتسخين حاجة تانية. الماكينة دي ادائها جميل جدا، مرفق مع المكنة او الجهاز كتالوج باكتر من لغة، بيوضح طريقة التحضير، طريقة الاستخدام، وفي مجموعة من التنبيهات والتحذيرات. ده فنجان القهوة وبيكون حجمه ثابت، والكبير ده طبعا فنجان الشاي. مكتوب في الكتيب ان اوكا بتعمل في المرة الواحدة 4 فناجين قهوة، اللي هو اللي انتم شايفينه ده. وزي ما قلت ان فنجان القهوة بيكون حجمه ستاندرد، يعني واحد. اللي يغيظ هتلاقوا ان كل الريفيوهات بتأكد على الكلمة دي، انه بيعمل 4 فنجان قهوة. انا لما عيرت لقيت ان هو بيعمل 3 فناجين قهوة بس. لو حطيت 4 فناجين قهوة زي ما هم كاتبين يبقى هعدي علامة الماكسيموم، وانا ما ينفعش ابدا اعدي علامة الماكسيموم زي ما هم مكتوب في الكتالوج. فما حدش يعمل 4 فناجين قهوة في المرة الواحدة، ده اولا. ثانيا نصيحة مني، عشان تحافظوا على الحساس ده في المرة الواحدة ما تعملوش 3 فناجين، اكتفوا بعمايل فنجانين بس. ليه بقى؟ انا ما وصلتش لعلامة الميكسيموم، بس حابة اقول لكم ان القهوة وهي بتستوي بتعلى، هي مش هتفور لكن هتلمس الحساس، فهيبقى عليه فضلات، وساعتها لازم بقماشة مبلولة نشيل فضلات البني دي عشان النظافة طبعا، وعشان الحساس ده ما يبص. يبقى الواحد يخليه في الامان، وفي المرة الواحدة ما يعملش غير فنجانين اللي هما صغيرين. هبقى مش مضطرة ان انضف الحساس ولا امسحه، لان السوائل بالمواد الجافة مش هتوصل له اصلا. حد هيقولي طب لو احنا نفرين وعايزين نعمل قهوة في وقت واحد هقعد اعملها على مرتين؟ اعمليها على مرتين، هي اصلا مش هتاخد وقت طويل، لان هي بتعمل القهوة في وقت قصير جدا. وعلى فكرة كمان حابة اقول لكم ان في الكتالوج مكتوب ان كل ما بيزيد عدد الفناجين اللي بتعملوها في المرة الواحدة وقت العمل القهوة بيزيد، فمش هيفرق حاجة. يعني لو بيتعمل فنجان واحد بيكون وقت اقصر لو اتعملوا 2 او 3. وبكده اقول ان المكنة دي استخدام فردي، هتلاقوا ان كل واحد بيستخدم فنجان او كوباية قهوة معينة بيحب يشرب فيها، وهتلاقوا نادرا ان حد بيحب يكون يشرب فنجان قهوة الصغير. دي الكوباية اللي انا بحبها، ما عيرتها لقيت انها بتساوي من فنجان القهوة العادي 1.5 فنجان، يعني مرة ونص. هتلاقوا الغالبية بيشربوا كده 1.5 او 2. ده المعيار المرفق مع المكنة، موجود عشان خاطر نعاير بيه القهوة والسكر، وعشان خاطر نقلب بيه القهوة بتاعتنا في الوعاء
عشان خاطر لو استخدمنا حاجة تانية ممكن ان احنا نجرح الوعاء. مكتوب في الكتيب ان كل فنجان قهوة الحجم الستاندرد المفروض نحط له معلقة من المعيار ده مليانة. انا بعمل اللي هو الكوباية اللي وريتها لكم وقلت لكم انها بتساوي فنجان ونص، فبحط معلقة ونص من المعيار ده. انا لاحظت ان القهوة بتبقى خفيفة شوية فبحط معلقتين مليانين من المعيار للمقدار الكوباية ونص من فنجان القهوة. يعني لما بزود نص معلقة بيبقى وش القهوة جامد، مهما حركته بيفضل ماسك نفسه لحد اخر بق وبيبقى القهوة جامدة جدا. هوريكم في البداية شكل الفنجان القهوة اللي هعمله لما هلتزم بمقدار البن اللي هم قايلينه، ولما هحط النص معلقة زيادة على المعيار. خطوات بالترتيب: بنحط البن وبعدين السكر، ومن عندي انا بحط ذرة بسيطة قوي ملح. ليه؟ عشان بتعلي طعم القهوة. والمية اللي بحطها بتكون ساقعة. ليه؟ لان المية الساقعة برضو بتعلي من طعم القهوة وبتخليها تستوي براحتها. وبعدين بملى الكوباية اللي انا هستخدمها عشان اعمل فيها القهوة، بملاها الا حاجة بسيطة، يعني بسيب مسافة بحيث اني بقدر كده بمخي لما احط البن والسكر يبقى كده الكوباية بتاعتي مليانة كويس. يعني مش بملى الكوباية مية على الاخر، بسيب شوية، بعمل حساب البن والسكر. حد هيقول لي وانا لازم احط سكر في القهوة؟ لا طبعا، لان في ناس كتير بتحب تشرب القهوة سادة، فما تحطوش سكر للناس اللي ما بيحبوش يحطوا سكر. وزي ما قلت نستخدم المعلقة المعيارية اللي هم حاطينها لنا مع الجهاز عشان ما نجرحش الوعاء بتاعنا ونحافظ عليه، وعشان خاطر نفك اي تكتلات موجودة في القهوة. عاوزاكم بقى تركزوا معايا دلوقتي في حاجة. انا حطيت دلوقتي الفيشة، اول ما حطيتها هتسمعوا تنبيه صوتي وهتشوفوا مؤشر ضوئي نوره ابيض، معناه ان الكهرباء واصلة للمكنة لكن مش شغالة، في وضع الانتظار. لما اضغط على الزرار ده، وده المكان اللي بندوس عليه، هيشتغل ويتحول للون الاحمر. كده يبقى القهوة بتاعتي بتتعمل. ونركز ان لازم الوعاء يكون محطوط صح، لانه لو مش محطوط صح ومحطوط غلط المكنة مش هتشتغل. هتفضل منورة لكن القهوة مش هتتعمل. وبعد مرور وقت شوية هتلاقوها فصلت من النور الاحمر للنور الابيض، عشان الجهاز ده فيه عنصر امان. اول لما هشغل زرار التشغيل اللي فوق ده هينور باللون الاحمر، وهتسمعوا الصوت التنبيه الصوتي، يعني ان هي بتشتغل بتعمل القهوة، والتنبيه الضوئي ان هو اللون الاحمر، يعني كده القهوة بتتعمل. وانتم بتعملوا القهوة ما تحركوش المكنة من مكانها. انا حركتها بس عشان اوريكم الزرار وهو منور احمر عن قرب، لكن انتم ما تحركوهاش ابدا. ركزوا دلوقتي، لما المكنة هتخلص عمايل هتلاقوا الانذار الصوتي والضوئي اشتغلوا سوا. وطبعا ممنوع ان احنا نشغل المكنة والوعاء بتاعها فاضي. المكنة دي امنة لان فيها مانع فوران، بس ما تتعدوش علامة الماكسيموم. بعد ما نحط المية والقهوة والسكر ما نزيدش ابدا على علامة الماكسيموم. مش نزود عن علامة الماكسيموم ونقول ايه ده القهوة فارت ليه، لان هي ما بتستوي بتعلى. فانا مش املى الوعاء وعدي الماكسيموم واقول فارت. ايه رأيكم بقى في القهوة بتاعتي؟ طعمها حكاية. حد هيقول لي مش مستوية؟ لا مستوية. قوام القهوة تحفة وليها وش زي اللي بناخده من المكنة. تمام، نخلي بالنا ان لما نخلص عمايل القهوة لازم نشيل الفيشة، ما ينفعش ابدا نفضل سايبين الكهرباء واصلة للمكنة على طول، لان كده هي على طول في وضع انتظار. انتم كده بتبوظوا المكنة، هيفضل دول ابيض والع. خلصت القهوة، اما ان انتم تشيلوا الفيشة فورا او ان انتم تعملوا زرار فصل زي اللي انا عاملاه. لما افتحه او اقفله الكهرباء توصل للمكنة او امنع الكهرباء عن المكنة. ده كده شكل القهوة لما عملت والتزمت بمعيار البن، ان كل فنجان معلقة كبيرة مليانة من معيار اللي هم حاطينه مع المكنة. لكن زي ما قلت لكم لو عايزين وش اجمل تزودوا نص معلقة.
يعني لكل فنجان معلقة معيارية مليانة ونصف. ده كده فنجان ونص، حطيت لهم 2 معلقة معيارية مليانة بن. شايفين بقى وش القهوة وجماله؟ كتير مش بيعرفوا يطلعوا للقهوة وش. مع أوكا هتقدروا في كل مرة تطلعوا القهوة بوش. تخيلوا بقى كمان لو القهوة دي لسه مطحونة وفريش. تخيلوا كان هيبقى شكلها عامل ازاي. حطي لايك، ما تنسوش ترزعوا اللايك احسن لكم، وتشتركوا في القناة احسن لكم. انا قلت اهو، حطي لايك. ايه، ما تنسوش السبسكرايب بتاعي. لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعالي نشترك في القناة. حطي لايك. تخيلوا 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 تخيلوا.